السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن شاء الله بوك يا هي دعاك يا ابن يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين اللهم استرنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا من لا يحتاج بيانا ولا تفسير يا من إذا قلنا يا مولاي لبانا يا ربي ننسى فتذكرنا في كل نائبة فكيف ننساك يا من لست تنسانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مجيب السائلين يا ربي أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم يا ربي ندعوك كما أمرتنا تذرعا فإذا رددت يدينا فبمن ذا يرحمنا يا ربي أنت قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا ربي نحن ندعوك الجنة اللهم إنا ندعوك الجنة اللهم إنا ندعوك الجنة اللهم إنا ندعوك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.